والكرة تصل عند فيلانويفا، فيلانويفا يلعب عرضية ممتازة بالمقاس، رأسية تحضير، هدف اتحادي، 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 التعادل عن طريق رومارينو متخصص في تسجيل الأهداف في الفترات الأخيرة، دائما ما يسجل، دائما ما يسعد، دائما ما يسجل الاتحاد، فعلها رومارينو وسجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، قبل نهاية الشوط الأول. مع ذلك فيليج ليس سعيدا بهدف التعادل، لكن شوف العرضية الرائعة وتحويل الكرة من منصور والخروج غير الموفق من إبراهيم زايد، كان موفقا طوال 45 دقيقة لكن في الوقت المضاف فقد التركيز، ورومارينو كان في قمة التركيز وأرسلها بالرأس.